الله الرحمن الرحيم. تواصل اليوم الإخوة الراغبين بالترشح بالقدوم إلى لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية 45، وأيضا اليوم عدد الذين تقدموا بطلبات للقوائم 34 طلب. هذا العدد الإجمالي بالمناسبة، ليس عدد اليوم فقط، وبلغ عدد المترشحين في هذه القوائم 484 مترشح، هذا في القوائم العامة فقط، بينما بلغ عدد المترشحين في الدوائر المحلية 564. طبعا هناك أصبح قارن بين يوم أمس واليوم، العدد بيكون على نحو التالي: 564 اليوم بالمحلي مقابل 463 يوم أمس. اليوم بالنسبة للقوائم العدد أصبح كما ذكرت 484 مقابل 256 يوم أمس. عدد السيدات في القوائم 45، بينما صار عدد المترشحات السيدات في الدوائر المحلية 85. هذا هو اليوم الثاني للترشح، باقي لدينا يوم واحد فقط، وكما يعلم الجميع بموجب القانون لا يوجد تمديد لعملية الترشح، هما 3 أيام فقط. نأمل أن تستكمل كل عملية الترشح يوم غد، مع نهاية الدوام يوم غد، حتى تتمكن الهيئة من إحصاء الرقم النهائي فيما يتعلق بعدد القوائم وعدد المترشحين في الدوائر المحلية. هذا ما توفر لنا حتى إغلاق الدوام هذا اليوم. إن شاء الله بكرة نتمنى أن يكون لدينا عدد آخر حتى تستكمل كل عملية الترشح. بالمناسبة كما ذكرت يوم أمس، أحب أذكر الجميع أن اللجان المختصة هنا في هذه القاعة والمشكلة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، واجبها فقط هي التدقيق في البيانات، ومن ثم إذا كان هناك أي وثيقة لم تستكمل يطلب من صاحبها أن يستكمل واجرها في هذا اليوم، استكمال لبعض الطلبات التي قدمت يوم أمس كما علمت. وبالتالي نحن بانتظار أي متقدم خلال اليوم الأخير من عملية الترشح، وشكرا.